وللحديث أكثر عن استمرار هجمات الميليشيات على القواعد الأمريكية في العراق ورد فعل الولايات المتحدة عليها، ينضم إلينا عبر الهاتف من واشنطن رئيس المركز الوطني للبحوث والدراسات كامل الحساني. أهلا بك معنا أستاذ كامل. أهلا بك. أهلا بك أستاذ كامل. يعني الهجمات على المصالح والقواعد الأمريكية في العراق تتواصل وتتصاعد، ولكن ليس هناك جهة تتبنى هذه الهجمات، بماذا تفسر هذه الضبابية؟ يعني هذه الضبابية أمام الرأي العام والإعلام، لكنه أصحاب القرار يعرفون منه المجرم، منه هذه الميليشيات وهذه العصابات وحتى امتداداتها مع وتعاونها مع بعض المؤسسات الأمنية والعسكرية اللي متورطة بهذه الاستهدافات. حتى أصحاب القرار الأمريكي يعرفون بالضبط من هم يقومون بهذه الأعمال الإجرامية. القضية مرتبطة بظاهرة يعني امتدت وازدهرت. موضوع الميليشيات وقوتها مرتبط بكل ما ارتفع مستوى إجرامها، كل ما حصلت على النفوذ، تحصلت من الحساب والعقاب وشاركت بالمطبخ السياسي والأمني والاقتصادي، والآن هي تأمر وتنهي في العراق. مع كل هجوم، يعني إيران تنفي أي علاقة بينها وبين من يهاجم القوات الأمريكية في العراق، بماذا تفسر الموقف الإيراني؟ هل تحاول استخدام العراق يعني كأرض للصراعات والنأي بنفسها أم ماذا؟ يعني هذا وارد وبديهي أن إيران تستفيد من هذه الضبابية حتى تقدم الدليل بأنها لم تكن متورطة بدعم أو أمر أو توجيه ميليشيات التي استهدفت المصالح الأجنبية أو حتى مصالح العراقيين، وأنها كلها كانت أقاويل، وأن هذه الاستهدافات مستمرة بدليل أنها أعلنت أنها ضدها وتحاول مقاومتها إلى آخره. هذا متوقع من الإيرانيين، وهم المستفيدين أكثر من هذه الضبابية، وسيستمرون بهذه الأساليب حتى يكملون جداتهم مع الأمريكان. نعم، ولكن يعني الأمريكان كما تعلم، يعلمون هم الأمريكان أن إيران هي وراء هذه الهجمات، يعني ولكننا نلاحظ أن الأمريكان يمارسون أقصى درجات ضبط النفس، في حين كان العكس مع عمليات أخرى. ما هو التفسير لهذا، يعني لضبط النفس هذا؟ هل هو على علاقة بالمفاوضات التي تجري بين أمريكا وإيران في الملف النووي أم ماذا؟ الأمريكان يعني يعرفون تماما أن إيران ليست وحدها اللي تدفع هذه الميليشيات لاستهداف مصالحها، وإنما هنالك مصالح يعني داخلية تدفع الميليشيات لضرب مصالح أمريكا. هذه واحدة. ثانيا، الإيرانيون بالتأكيد يعني يعرفون تماما أنه مقاومة الأمريكان واستهدافهم بالعراق يحقق مصالحهم. الأمر الآخر أنه الأمريكان لا يستطيعون الضغط على الحكومة العراقية والمؤسسات الأمنية والعسكرية، ومثل ما بيّن جنرال باتريوس يعني أعلن بأنه مسرور بضبط النفس الحكومة بايدن، لأن وضع الحكومة هش وضعيف ولا يمكن أن تقاوم هذه الميليشيات. أضف إلى ذلك أن انهيار الحكومة أو الدفع بانهيارها من قبل الميليشيات ربما حتى يدفع الشعب للتعاطف مع هذه الميليشيات، خاصة بضوء الكراهية الشعبية للحكومة وفسادها وإجرامها وهذا الجبن اللي تعيشه. هل تعتقد يعني سيد كامل أن الدعم الأمريكي للميليشيات والتي بدأت منذ عام 2003 وبلغت ذروتها مع ما يسمى بالحرب على الإرهاب قد بلغ نقطة نهاية في ظل هذه العمليات التي تقوم وتستمر بها هذه الميليشيات؟ يعني لا أدري إذا أتوافق معك بأنه هذه الميليشيات بدأت في 2003 وبدعم من الأمريكان. يعني الميليشيات وجدت نفسها من قبل إيران أيام جيش المهدي وإجرامه، وتطورت الى قضيه الفصائل اللي صنعتها امريكا بعد 2007 بما يسمى الصحوات،
وتطورت الى ان مر قانون الحشد الشعبي عام 2016. هذا هو الدور الامريكان. اما موضوع انه وصل ذروتها، لا اعتقد انه هذا المشهد ظهرت بضاعتها وتمددت، والان حتى الحكومه تستنجد بها، وحتى الشركات الاجنبيه الان تؤجر بجهات وعصابات حتى تامن مصالحها او تنفذ مشاريعها في العراق. بل انا اعتقد انه الامور وصلت الى ذروتها، والامريكان قادرين على ان يستهدفوا هذه الميليشيات، خاصه وهي مرنه ومتحركه ومتعدده الاشكال والاوصاف. هذا هو الوضع. في حال تعثر المفاوضات الأمريكية الإيرانية بخصوص الملف النووي، هل من الممكن توقع تعاملا آخر من واشنطن مع هذه الميليشيات؟ وخاصة يعني نتحدث هنا أن لربما تكون الإدارة الأمريكية مضطرة للرد على هذه الميليشيات يعني داخليا على الأقل في الداخل الأمريكي. لا أظن أنه سيتطور الأمر إلى مواجهة واسعة بحدود الضربات المطبعية الترقيعية للتأديب، ليس إلا أنه تعرف أنه أمريكا أنه هذه الميليشيات غير مسيطرة عليها، وأنها قوة ضاربة وصارت الامتدادات بالمؤسسات الأمنية والعسكرية، ولا يمكن لأي قوة أن تقاومها أو تنهي هذه الظاهرة بالوقت الحاضر بالقليل. نعم، إذن رئيس المركز الوطني للبحوث والدراسات كامل الحساني، كنت ضيفنا عبر الهاتف من واشنطن، شكرا جزيلا لك.